السلام عليكم. أدوات الرسم أو الريكتانجل تول. الريكتانجل تول الشورت كات بتاعته R من الكيبورد، أو بروح هنا بفتح يبقى عندي الريكتانجل تول. يبقى دي موضوع المحاضرة بتاعنا، أو الريكتانجل بريماتيف تول. الاتنين دول خلينا نشوف ايه الموضوع. الريكتانجل تول برسم، بضغط وبرسم عادي. لا أنا عايز أغير اللون ده عشان يبان. يبقى عندي الاستروك اسمر واللون بتاعه هيكون احمر. طيب انا كده ضغطت وسحبت، هو كده رسم لي ايه؟ زي ما بسحب مستطيل عادي جدا. لو انا رحت قربت كده شويه، مجرد ما بقى رسمت لي او ظهرت لي الدايره دي، انت كده رسمت مربع بالظبط. لو حافظت على ايدك ودنيتك او فضلت تفتح كده بالشكل ده المسافة، انت كده راسم مربع. مجرد ما الدايرة بتنتهي يبقى انت كده مش مربع، وفي حاجة هيكون حاجة غير حاجة تانية، يعني العرض غير الطول او الطول غير العرض. طيب دي حاجة. الحاجة التانية، لو ضغطت من الكيبورد شيفت انت كده ترسم مربع على طول، سواء بقى اتحركت فوق تحت الكلام ده انت خلاص بترسم مربع. طيب لو ضغطت معايا Alt وكنترول هتبدأ ترسم الشكل اللي احنا بنرسمه ده العشوائي من النص. اهو انا هرسم من النص، بيطلع لك من النص. طيب لو ضغطت كمان مع الزوارين اللي انت ضغطتهم اللي هما Alt والكنترول والشيفت هترسم المربع، هيكون من النص. يبقى انت عرفت كل الطرق، وهي نفس الموضوع بالظبط مع الاوفل تول او الامكانيات بتاعه ده هو ده. طيب انا رسمت المستطيل كده وضغطت على الفي من الكيبورد، وده الاختصار بتاعه اللي هو السليكشن تول، واجيبه في النص بالشكل ده. ده انا عندي رسمت مين؟ ريكتانجل تول. طب تعال نشوف ايه البريماتيف. ضغطة طويلة بروح على الريكتانجل بريماتيف تول، باجي هنا ونفس الشكل ونفس الطريقة اللي أنا بعملها. طيب أنا هرسم حاجة عادية كده، خليني هدي صفار كله. لما تيجي ترسم هتلاقي حاجة زي كده. إيه ده الموضوع وإيه الفرق بين اللي فات وده؟ اللي أقول لك والله ده مديك شوية حاجات كده ريكتانجل أوبشن. بيقول لك أنت لو دايس هنا بيقول لك يكفيك قيمة واحدة تحطها انه يقدر يطبقها على كله. يعني القيمة اللي انت هتحطها هنا هيطبقها على كله، لان هنا انت عامل السلسلة دي او القفل ده، يعني كله في ارتباط ببعضه. الجزء ده الشمال والجزء ده اليمين، يبقى ده الزاوية الشمال فوق ودي الزاوية الشمال تحت، وهكذا دي الزاوية اليمين فوق ودي الزاوية اليمين تحت. لو عملت كده 50 مثلا، كتبتها ودوست انتر، بيبتدي يعمل لك حاجة زي كده، ربط لك كله بقيمة واحدة. وممكن كمان بعمل بالشكل ده كمان، ممكن يقبل السالب. يعني انا عملت بالسالب، القيمة السالبة والقيمة الموجبة، القيمة الموجبة اهو لغاية لما يوصل لك بالشكل ده. وممكن كمان طبعا اخره 100، والقيمة السالبة اخرها 100 بالطريقة دي. طيب خليني بقى هعملها مثلا 20. عايز افك ده واخلي دي 10 ودي 10 ودي 60 ودي 60. يبقى انا كده فهمت الموضوع ماشي ازاي. يبقى كده انا فصلت اللينك او العلاقة بينهم وبدأت اتحكم في كل زاوية لوحدها خالص. طيب في حاجة هنا لما بروح بلاقي الكروسر بتاعي بدأ يعمل علامة، بدأت تختلف العلامة بتاعته. لو سحبت شايف، ببدأ اسحب كده
وهسحب من هنا شوية كمان، بعمل لي حاجة زي كده اهو. يبقى بروح على النقطة، نقط عندي هنا على كل زاوية هتلاقي نقطتين، اهي كل زاوية عليها نقطتين، بمسك اي نقطة فيهم بروح عليها بالراحة كده بدقة شوية، وبعدين بروح ساحب بلاقي ممكن اتحكم في الشكل بتاعه. انا عمل لي شكل بيضاوي شوية، وده كان بالنسبة للريكتانجل تول. سلام عليكم.